السلام عليكم. من أمام دايتي بارك، هذا الفندق الجبلي في الجبال المحيطة بمدينة تيرانا. هذه كلها مدينة تيرانا، إحدى مدن دول البلقان. هنا أنماط من البيوت الفنلندية في ألبانيا، تخيلوا. لاحظ الطبق هذا شوي حار، الله أكبر. نجرب نشوف شو هو، أنا أول مرة أكله، لكن نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إن شاء الله ننزل إلى ساحة الأدفنتشرز والمغامرات. هناك أيضا الرمي بالمسدسات. وهذا التلفريك قد انطلق، جانب من الألعاب، هذه اللعبة المعروفة اللي هي الضرب بالمساطيع. السلام عليكم. من أمام دايتي بارك، هذا الفندق الجبلي في الجبال المحيطة بمدينة تيرانا. سنعطيكم بعد لحظات الإطلالة. حديقة جميلة لهذا الفندق. ها هنا، ركزوا معي على هذه الإطلالة لمدينة تيرانا. طبعا يمر نهر لانا بوسط المدينة، وهو نهر صغير وينساب إلى المدينة من خلال تلك الجبال المتاخمة لأطراف المدينة الواقعة في قلب جمهورية ألبانيا الاتحادية. ولا تنسونا من الاشتراك في القناة والإعجاب وإبداء التعليقات المناسبة التي تطور من برامج هذه القناة. مرحبا بكم أحبائي في البارادايس، دايتي بارادايس، منطقة جميلة للأطفال والشباب والناشئة في ممارسة العديد من الأنشطة، فهيا بنا نذهب إلى هناك. قبل كل شيء أحاول أعطيكم الإطلالات وما أروع الإطلالات في جبال ألبانيا. طبعا يمر في مدينة تيرانا ذاك النهر اللي هو اسمه لانا. أيضا كما يمكن ملاحظة المساجد، هناك مسجد في نصف الصورة تقريبا، لو تلاحظون المنارة. توجد مساجد كبيرة وأثرية أيضا، عندهم 8 مساجد أثرية قديمة، من ضمنها مسجد أدهم باي الذي يقع في وسط مدينة تيرانا. إطلالات جميلة من وحي الخيال، ونحن على قمم جبال مجاورة لمدينة تيرانا في ألبانيا. أحببت أن أعطيكم هذه اللقطات كي تستمتعوا معنا، علما بأنه يوجد هناك أيضا بيوت لأهل هذا الجبل، أنها بيوت على نمط فنلندي.
وهنا أنماط من البيوت الفنلندية في ألبانيا، تخيلوا. رائعة جدا. هذا من الجانب. والمكان سموه بارادايس، يعني الفردوس أو الجنة. طبعا الآن ربما نشوف الخضرة ميتة بسبب الشتاء. بيوت رائعة جدا في أعالي الجبال المحيطة بمدينة تيرانا. أنا الآن في قمة جبل في ألبانيا محيط بمدينة تيرانا، وعندي هذا الطبق، هذا اسمه طبق مقبلات. لاحظوا هذه كلها أكل ألبانية. إذا تعرفون في الإمارات حاجة اسمها الخنفروش، وهو نوع من الكعك المحلى، بس هنا نغمسه بالروب والسمن والزيت وتاكله. نشوف طعمه. شيء ناهي، يعني مثل ما يقولون من الآخر، شيء مبزين. اسم الأكل هذا إيش؟ الخنفروش الألباني الممزوج بالروب والزعتر والخس وزيت الزيتون. أيضا عندنا من الأكلات البطاطا. هذه البطاطا مزروعة هنا عندهم في الجبل ومشوية بشكل جميل ورائع. ونأخذ لنا واحدة بعد أخرى. وعندنا بعد طبق. نشوف هذا الطبق. نشوف الطبق هذا. لاحظ هذا الطبق هذا شوي حار. الله أكبر. نحطه على الصحن. هذا الطبق نجرب نشوف شو هو. أنا أول مرة أكله، لكن نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فطر قطع لحم. قطع لحم في شبه المرق. قطع لحم مطبوخ بشكل جيد، لحم ناضج جدا، يمكن أكله مع الخبز. هذه بعض الأكلات في ألبانيا، أساس ما يقولون الناس دائما تصور الأكلات من مطعم باكستاني أو هندي أو خليجي. خلنا نجرب الأكل اللي على أصله في بلدهم. في عندنا أيضا بعض السلطات وشوي من الخس. صاحب مطعم طيب، إنسان ريفي جبلي. قلنا له بنحط أناشيد بدل الأغاني ورضي. ما شاء الله الآن المطعم مع وجود بعض الزبناء أو الزبائن في الخارج أيضا هناك جالسين. أعطيكم لقطات على المكان. الآن نشوف الوجبة الرئيسة. صحن أرز باللحم المسحب وأيضا قطع كباب. والله عين هذا لازم يبغي له أن نشمر عن الساعد. هذه وجبتنا. نشوف. ما أطيبه. تابعوني معها. هذا خطنا إلى منطقة سياحية في جبال تيرانا عاصمة ألبانيا، حيث ألعاب التسلق بالحبال على الأشجار والتلفريك وعدة أنشطة مختلفة وفعاليات. فكونوا معنا لحظات ونصل إلى هذا المكان. الآن إن شاء الله ننزل إلى ساحة الأدفنتشرز والمغامرات.
واخيرا وصلنا ارض المغامرات ادفنتشر بارك. هذه بنتنا الحلوة شواخة، هناك سيارات البقي وهي مهيئة لممارسة الشباب لرياضة الركوب عليها. تصوروا أننا في قمة الجبل المشرف على مدينة تيرانا. الآن سنحاول أن نرى شو الأنشطة الموجودة هنا. ما شاء الله هناك أيضا يباع العسل بأنواعه، وهنا الباني، الباني الصغير. هذا اللي يبقي اسم المكان يا جماعة الخير، اسمه دايتي، الجي عندهم يلفظونها ياء، دايتي أدفنتشر بارك. ركوب الحصان تقريبا بألف ليك، الدرهم الواحد يساوي 27 ليك، اقسموها انتوا عاد وشوفوها. هناك ايضا الرمي بالمسدسات. للأسف أخبرونا بأن الألعاب الأدفنتشرز المغامرات مغلق الآن بسبب الشتاء، ولكن بالنسبة للتلفريك فالمركز مفتوح، فهيا بنا. وهنا مركز التلفريك. إذن التذاكر 1000 ليك ذهابا وإيابا، يعني من منطقة القمة الجبلية إلى السفح والعودة، ب1000 ليك 70 درهم إماراتي تقريبا أو 70 ريال سعودي. لكن لم أجد أحدا شجعني لذلك، عدت بخفي حنين. فعوضا عن ذلك آثرنا أن نعطيكم بعض الإطلالات الرائعة في هذا المكان. وهذا التلفريك قد انطلق، جانب من الألعاب، هذه اللعبة المعروفة اللي هي ضرب المساطيع لكرة الصولجان، تلقى هنا في هذه الكوة. لحظات غروب الشمس ربما بعد ساعة ونصف. هذه نزلة تلفريك، كيبل كار، عربة صاعدة وأخرى هابطة. يعني نوع من المغامرات، نوع من الفرجة على المدينة. هذه ختام جولتنا في حديقة الأدفنتشرز والمغامرات والتلفريك في جبال تيرانا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.